ثم تحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن آلية التوظيف في القطاع الحكومي. الآن هي الحكومة هي اللي توظف أكثر شيء يعني، فلذلك برنامج طبعا أعداد كبيرة تتوظف، ولابد من خلق مؤسسات، لأن الحكومة كم عندها يعني من الوظائف، يقول لها وظائف إدارية يعني معظمها يعني. ولذلك نحن نأسس هذه يعني، مثل لاحظنا المنطقة الوسطى فيها مشروعات زراعية، هكذا مثل هذه المؤسسات، وهي مؤسسات يعني ما نقول نحن مؤسسات صناعية، لأن المؤسسات الصناعية ذات التأثير البيئي لا، نحن لا نقيمها، نحن ما نلوث بلدنا. لاحظ الشارجة يعني ما فيها، أولا ممنوع إثارة الغبار، ممنوع الحفريات، ممنوع مس الجبال، ممنوع مس الكثبان، كل محافظ عليه، لذلك يعني ممنوع إثارة هذه المخلفات، يعني تحافظ على المجتمع.